السؤال اللي جاي ليك سؤال من بره المنهج، مش المنهج ده، سؤال من بره المنهج. ينفع اعلق بس لا مش هتعلق 30 ثانيه أنا بعد اذنك. طب اسالك السؤال او علق علق وبعد كده اسالك. لا خلاص انا الشخصيه دي ضعيفه. هو مبدئيا يعني بناء على قصه الروتيشن هم يقدموا مارسيل كولر والاعداد والتجهيز، وكولر يعمل اللي هو عايزه مبدئيا، اللي هو شايفه صح هو اللي يعمله. ماشي. ده رقم واحد. رقم اتنين البديهي جدا جدا قبل ما نتكلم على الراحات، لانه الاهلي عنده 3 ماتشات في الدوري والدنيا بسيطه والفارق مريح جدا نظريا للاهلي في الدوري، فيريح بناء على قصه الاراحات وعمليه اللعيبه اللي مضغوطه هيريح في الدوري اللعيبه زي ما هو عاوز. لكن احنا بنتكلم هنا على تراكم البطاقات، لعيبه اللي عندها انذار ممكن تاخد الثاني في الثالث فتغيب عن اياب الفاينل، او لعيبه عنده انذارين زي حمدي فتحي فلو خد انذار هيغيب عن ذهاب الفاينل. فبتتكلم على حمدي فتحي، محمد هاني، وحسين الشحات، الثلاثي ده مع محمد الشناوي الغايب اضطراريا، فبنتكلم على 4 لاعبين. ففي 4 لاعبين غيابهم انا شايفه انه ضروره، هو يقدر ده كيفما شاء. فبنتكلم على وجود خالد عبد الفتاح، والراجل اثبت ان هو على قدر المسؤوليه اللي بيديها له مارتن كولر، سواء بيعتمد على قلب دفاع باك يمين او باك شمال. بنتكلم على احمد عبد القادر مكان حسين الشحات، بنتكلم على احمد القندوسي في وسط الملعب او السوليه لو جاهز، لسه ما اعرفش حالته البدنيه عامله ازاي لانه راجع من الاصابه. وفي النهايه انا شايف ان كهربا كان متاثر بمجهوده في مباراه السوبر، في مباراه الترجي، في مباراه الذهاب خاصه في الشوط الاول بدنيا، فشايف انه كمان محمد شريف. فانا شايف انه حتى الراجل اللي عمل 4-5 تغييرات بتتكلم على لعيبه كلها رجليها في الملعب، مش اي لعيب جاي من بعيد.